عيشوا الحياة قولي ذكراني مخنوق منك طالب اسمحي هما كلام واحلى كلام واحلى دق 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 عليكم كده لاباس عليكم مرحبا بكم مره اخرى في قناه ايمان اونيفا. مرحبا بالناس الجدد اللي جاوا للقناه وانضموا, شكرا بزاف للانضمام ديالكم, شكرا للناس اللي قدام معايا وفي اللي حد الان ومسندين ومتابعيني. الا ما كتعرفونيش انا ايمان, مرحبا بكم في قناه ايمان, القناه ديالي سميتها ايمان اونيفا, والكونت انستغرام ديالي اللي كنحط فيه جميع لي ستوري وجميع المستجدات اليوميه والشهريه حتى هي سميتها ايمان اونيفا. وعلى ذكر الانستغرام, كانوا البنات شحال هذه طلبوا مني في اليوتيوب قبل وفي انستغرام غيصامو, كدرت لهم شوما الفيديوهات اللي بغيتو تشوفوا في القناه ديالي. انا بقى حزنه راسي شنو مال الفيديوهات اللي بغيتو تشوفوا في القناه ديالي. قالوا لي ايمان بغيناك تقول لنا كيفاش تغلبتي على الخوف, لا بلو با هضر ليا على كيفاش ايمان تغلبتي الخوف في السياقه في السياقه. دونك نجي دابا نلبي لكم الرغبه باش نقول لكم كيفاش درت وكيفاش كيفاش زعما تطورت في السياقه وكيفاش حيتمني داك الرعب والخوف. نتمنى هاد الفيديو تكون مفيده, ولكن قبل دونك الا كنتو مهتمين معايا بقاو حتى الاخر, ولكن قبل غندير لكم واحد المقطع تشوفوا كيفاش كنت قبل وكيفاش كنت من بعد. وواحد المقطع سبحان الله سبحان الله تصور عفويه في 2013. دونك الحاج الا دزتيم هاد الفيديو شكرا بزاف بزاف بزاف, حيت بفضل الله وبفضله هو والسي احمد هما اللي علموني كيفاش نسوق. الحاج تاع مونبغ دو ما فامي وكان بغى صورني فلو باش يشوفني كيفاش شاد الفولون كيفاش مكنز عليه. نسى ما دارش بوز في الفيديو ملي حط الفيديو التليفون في الكرسي, بقات الفيديو كتصور واحد الفيديو مضحكه كيفاش كنت كنردو الافعال ديالي كيفاش كنت كنغوت. المهم هذا الفيديو اللي غادي نوريكم معايا باش تعرفوا كيفاش بان الخوف عادي جدا جدا جدا. الا كنتو مهتمين بقاو معايا. دير السنين؟ اش عليك؟ شتي البراج ديال ليسونس شتيه؟ قلت لك راه شعلات. سمعت اش درتي؟ سكتات؟ ايوا حيت درتي اش درت؟ حيت درتي برومي وطلقتي لومبرياج. ما طلقتش لا. صحوا لي الله ذلك هذيك نديرها كاميرا مريض ديال الفيس. علاش؟ مابقاش هذا فورا ما غادي تعياك. مرة مرة شتي غير بيد. هكا جو ريلاكس. مرة هذي مرة هذي. مابقاش هكا مزيرة. ما مزيراش راهي حاطة يدي. ايوا ما ومين نهضر معاك بعد المره جاوبيني باش تعرف بلي سمعتي. قولي واخا انا كتبان لي مشنجه هكا ما عرفتش شنو راني مفريني. واخا صافي خليش نهضر بواحد ما عرفتش مو في الطوموبيلات. اختاري شي وحده باش تجي موراها بحال دابا ديك كحله باش نجي ما ندخلش في الوسط. عمر ما تخليها الوسط هذيك لا في لافوا في لافوا في لافوا. وانا غادي نجي موراها واه انت دابا كتسمع ما تجيش موراها وتقول لي لا ولكن هذه هي عوجه لا هي عوجه انا ما نجيش عوجه ما نمشيش لافوا. ما تخليش وسطها ما تجيش موراها هكا نوقف هنا في لافوا في سير لافوا. ايوا ما كتعرفش تشرح. ايوا انا ومين نجي للدورات هنا ما نسدش على البيكاله ما نسدش على الموطور ما ندبلش في مزيان مزيان ولكن ما نسدش على الموطور كتسمعنيش؟ ما شفتوش انا قلت لك انا ما نسيتش على الموتور. انا ما شفتوش باش تقولي لي ما نسيتش على الموتور. لا بلا ما تشوفي خلينا ما نشريش هضر راسي دبر راسو. انت ما تفوتش هاد لابوار قلت لك مريم كيبان ليش تروطوار. ما عندك ما تدير تروطوار. قالت لي المرايا وقالت لي المرايا. انت غادي ندير كاع قول لي شنو نجبدها نطلعها ولا شنو؟ صافي اسمع. قاوية؟ لا لين كبيرة دوبا. وردتني عامرة. ما عامرة والو قدامك غير بشوية غير بشوية. واو. بشوية حاولي تبع هاد ديال هاك عرفتي داك لوبجيكتيف تبع هادي تبع نقصي غير نقصي ديالي تا دوزيام ماشي مشكل. لا كسيري اليمين على اليسار شنو ندير؟ انا قلت بقاي عليهم علاش غادي على اليسار؟ هو باش كيهرب هكا خلينا انا بقاي خليهم يهربوا تنعرفوا علاش دابا انا مرك على اللومبرياج بقاي هادي تبع هذا تبع اللومبرياج عندك عندك كسيري كسيري دوزيام دوزيام صافي انا تفرجي يقول لي من وصلت لا لا ما تم بعدش خليك بس يبقى غير دوزي انا مركه تاع اللومبرياج. لا معليش يلا سيري 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 ما تشوفش هذاك هذا مزيان
شفت المرايا شفت كل شيء مالك ما جاكش عليه با كثير ياسه هي وانا غنقص منها ايمان وتقولي لي عاوتاني واه ديت في التروطوار تقولي هي المهم شفت الفيديو ضحكت عليا شويه كنقول له لا ماشي انا راه هي الطوموبيل زعما الطوموبيل راه بنادم الله يسمح لي منك الحاج على تما راه اللي عندو سك معايا وشكرا بزاف 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 لولاك ولولا السي احمد ما كنتش غادي نتعلم لي بون ريفلكس ولي بون زابيتود العادات الصحيحه الصحيحه في السياقه. دابا غادي نهضر لكم على السياقه كيفاش تغلبت على الخوف وكيفاش كتقولي ايمان راني كنطلع مع خويا كيبقى يغوت عليا ما كنقدرش ندير ايمان وكعيش ريتها وحطيتها ايمان الى لقيت دي كابتور دي كون دابا نديرهم لكم فهنا بعد التخوفات ديال بعد الفتيات. اول حاجه اول حاجه اول حاجه بعدا السياقه ملي تبغي تعلمي السياقه بعدا علاش بغيتي تعلميها اصلا في مخك شنو الهدف اللي بغيتي السياقه حيت كيقول لك انا باش ندور باش نتسارك كيقول لك انا باش نهز والديا وندور بهم كيقول لك انا باش نمشي للخدمه كل واحد غيشوف الاحتياجات ديالو ديال السياره لاش اقتناها ولاش بغاها. اول حاجه في التعلم بيان سور انا شنو طرا لي انا كنت خديت نحل شويه كنت خديت البيرمي في الباك يعني في الباك وما سقتش من الباك غير هذه 5 سنوات دابا باش 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 الحمد لله وليت كنصوب يعني من الباك خديت نجحت في خديت البيرمي ديالي ولكن ديك المده كلها اللي دازت من الباك لدابا ما بقيت عاقله لا على الفران لا على اللومبرياج لا ما بقيت عاقله على حتى شي حاجه دونك خصني ندير دروس ولكن دروس دارهم لي ناس افراد من العائله الافراد من العائله هما زوينين يعلموكم او ميم طون كاين وجه سيف ذو حدين كيما شفتوا في الفيديو ملي كيكون واحد قريب ليك يعني شحال من مره كتقول لي وحده راجل اللي كيغوت عليا ما كيبغيش يوريني خويا كيغوت عليا كيتعصب عليا راه هما كيتعصبوا علينا كيخافونا غير حبا لينا وخايفين علينا يعني كيبغيونا نتعلموا بواحد الطريقه وما نغلطوش والمشكل بما كنغلطوش وكنبقاو خايفين حنا من رد الفعل الشخص اللي حدانا كنوليو عاد يا اما كنسوقو ما فاهمين شي غير اون براتيك يعني كتسوقو انت ما عارفاش شنو كديري ما فاهماش حيت السياقه الصراحه هي فهم في الاول قبل ما تكون حفاظه خصك تفهمي الميكانيزم هادي خصك ديري هادي مورا هادي وهادي باش دير هادي ملي كتفهمي داك لو بروسيسور وداك التسلسل ديال سميتو كيولي داكشي صافي بحال الروبو بحال سبحان الله سبحان الله ملي تخلقنا ما كنعرفوش نمشيو بحال السياقه تخلقنا ما كنعرفوش نسوقو ولكن نهار على نهار نوض نوقف نطيح ندير هكا كنشد الكيليب صافي واحد الوقت كتولي تعلمي كتعرفي تمشي بلا ما تفكري نفس القضيه كتولي كتعرفي تسوقي بلا ما تفكري يعني سي ان اوتوماتيزم داكشي كيولي في الراس كيترسخ سبحان الله دونك نتوما تقولوها بحال هكا كلشي تخلق ما كيعرفش يتمشى كلشي تخلق ما كيعرفش يسوق دونك كنا عرفنا نتمشاو دونك كنا غادي نعرفو نسوقو اول حاجه يعني هذه خصك ديريها الا ساقت وحده ولا ساق واحد اخر كيما ساق اللي ما قاريش واللي قاري غادي تعرفي تسوقي غادي تعرفي هذه حاجه بديهيه كيبقى لك دابا الخدمه على راسك عاوتاني والخدمه اللي كيعطيها لك المونيتور ولا السيد اللي كيعلمك بيان سور الدروس خصهم تكون محفوظين تحفظي الطوموبيل اول حاجه بعدا تقولي قلتي الطوموبيل بحال تقولي تحاوري معها تعرفيها هذا لاش كيليق الكونتاكت لاش كيليق لومبرياج تعرفي عليها اول حاجه تكوني جالسه بوحدك ملي كتسالي مثلا لي كور ديالك وبيرمي تجلسي مع الطوموبيلتك لداخل وتبقاي تعرفي باش اول حاجه دخل الطوموبيل خصني نديماري الا داماري خصني نتاكد بان سميتو الفيتاس راه في بوان مور باش ما طيرش بيا وصل الفيتاس البرومي صافي غير باش نحركها يعني ملي تحرك خصني ندوزها للدوزيام ملي دوزيام ديماريت شويه بدا الموتور كيسخن خصني ندوز للتروازيام دوزت التروازيام وزدت الفيتاس طلعت على فوق 40 50 بقات كتقلي خصني ندوزها كاتريم يعني كتولي هكا ان بروسيس كتفهمي حاجه مور حاجه دونك هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه هي كيقول لك انا كنخاف بزاف الخوف حاجه طبيعيه طبيعيه جدا شحال جاتني الدياري والتقيه حشاكم والميغان والكوشمار ما نعاود لكم شنو داز عليا انا وسورتو انا انسانه بيرفكسيونيست يعني كنبغي حاجه تكون مضبوطه وسميتو ولكن اللي كنافعني قبل 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 ما نسوق الحمد لله الاشخاص اللي كنت معاهم في الطوموبيل ولا في الطاكسي ماشي كنجلس عين مفوجه وكذا كندور كنتعلم لي زاتيتود بحال دابا مثلا الحاج كان ملي كنكون راكب في الطوموبيل غادي في الطريق ولا شي حاجه تيقول لي فوالا هذه ما ديريهاش ولا في وسط المدينه هذه ما خصكش ديريها خصك توسعي الدوره خصك ديري هذه داكشي كان كيترسخ ليا ملي كنكون راكبه في الطاكسي هو كنشوف لي ريفلكس ديالو دوك ردود الافعال مهم مهم يكون عندك رد الفعل سريع شنو هادي علاش هذا كبر الدور علاش هادي كيفاش في هاد السيتوياسيون داز من هنا كيفاش هو صايق ما كيشوفش غير قدامه بالو الفروج غادي يشعل واحد غيدور على اليسار دونك شد اليمين باش يخويلو اليسار باش ما يتبلوكاش يدخل في سيتوياسيون يبقى مبلوكي كيولي انت هكا بحال 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 تقنيات وطاكتيك يعني ملي كتكوني صايقه ما تشوفيش غير قدامك شوفي ليه الحاجه الثانيه اللي كتغلبت عليها من الخوف كيما طرا لي كيما قلت لكم مثلا مع ملي بقيت هكا المشاحنات مع الانسان اللي كيكون قريب لك دونك فضل يجيب لي واحد السيد خدام عنده راجل كبير في السبعينات بوزيش كان يعني ملي كيكون شي واحد قريب لك كيكون عندك داك
شنو نقول لك داك القدره على انه هو يغوت لك وانت تغوتي عليه، يعني ما كيبقاش داك كيولي في مشاحنات كثر ما هي تعلم. واخا راه كتعلمي ولكن كتكوني ما كنزوطي عليك الدم. كيف فهمني جا السي احمد الله يجازيه بخير والله يطول في عمره، انسان في السبعينات بوزي، ما واش قال لي ما هو ما يقدرش يغوت عليه حتى انا غيحشم مني، وانا ما قدرتش نغوت عليه حيت هو راجل كبير وما كنعرفوش يعني بعيد عليا، يعني غير فضلا منه جاي يعاونني. كان اش كيقول لي ايمان، حاجه وحيده اللي كيهمني انا ما تضربيش اللي قدامك، اللي موراك راه عندك لاسيونس، انت ما تضربيش اللي قدامك. يعني ملي كنكون غادي نغلط ما تيقوليش عندك 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 عندك، حتى كدوز سميتو سبحان الله ربي كيسلك يقول لي ها انت ما خصكش ديري هادي وهادي وهادي، ها انت عيب شويه عليك ما عنده ما يطرى. شنو اللي غيطرى؟ المهم انت ما تضربي حتى شي حد، انت حدا اليمين حدا اليسار شوفي المرايات. وحاجه وحده كنأكد عليها، السياقه خاصها تكون بالعادات السليمه جدا جدا جدا، تخدموا المرايات بثلاثه، يعني لي بون زابيتود كيوليو مهمين هما اللي كيحميوك بيان سور. الا طرا شي قضاء من عند الله ما عندنا ما نهضروا، ولكن انت ما تكونيش سبب شي اكسيدون ولا شي فوت. دونك الحمد لله ملي بقيت هكا بشوي بشوي ولات كيتزال سميتو، تعلمت كاع لي زاتيتود عرفت عبارها اكسيتيرا. شو وليت كندير ملي كان ما كنستريسيش راسي بزاف، بحال ملي كان عندي الطوموبيل راه ماشي كنت كنهزها كل نهار، اش كنت كندير؟ كندوز بحال مثلا هزيتها نهار الاول كندير ليا امتحانات، يعني تجارب باش كنطلع بشويه بشويه. ما يمكنش ديري كلشي وتعرفي كلشي في نهار واحد، الا درتي داكشي كله غادي تساتوري وما غاتشدي حتى شي حاجه مزيانه. اون فوا بديت كنتعلم في المسرح في سطاد كبير كيفاش ندور البروميير دوزيام، توقف ليا تسكت ليا نطلعها دومي تور، كاع دوك لي بازيك اللي كيديرهم لكم اصحاب ديال التعلم السياقه، هادوك ملي تعلمتهم ولينا كندير كل مره كنزيد انيفو بيني وبين نفسي. مثلا بحال دابا مثلا هاد الاثنين هزيت الطوموبيل، اش غادي ندير؟ ما غاديش نمشي بها للخدمه، انا غادي نمشي بها غير لحد مرجان مثلا واحد الدراجي ونرجع. الا دوزت داك الدراجي مزيان ودوزتو صافي كنقول ايمان برافو عليك دوزتي، غنخليها وغادي نهز الطاكسي وغادي نمشي بحالتي على في الطاكسي في الطوموبيل في الخدمه. بقيت سيمانه ما درت هكا، لحد غادي ندير ليا امتحان، غادي نمشي مثلا من هنا حتى مثلا حي السلام ولا شي بلاصه اخرى، كنزيد ليا كنزيد ديال المسافات، كنزيد نطلع لو دوغري ديال الامتحان. مثلا الحد خاوي دني خاوي غادي ندور في المدينه، غندور في الحي ديالي، ندور في الصباح بكري ندور دوك الزناقي كيفاش ندور الطوموبيل، نطلع فوق التروطوار ديال المهم ما كاينش، كاين الناس باقي ناعسين، غنستافد من ديك الوقت ندور فيه انا بوحدي. حتى كتعلمي العبار ديال الطوموبيل كتولي كتحسيها شي، كتولي بحال كتفهميها شي، ملي كديري مره كتعرفي مالها، واش ثقيله واش مخنوقه واش طالع عليها الدم واش مرشقه ليها، داكشي كله كتولي تعرفيه. كتعلمي ديك الساعه ثاني الميزان، انت لومبرياج علاش سكتي؟ بحال ملي كتسكتي كتبقى جالسه ايمان علاش سكتت لك الطوموبيل؟ درتي لومبرياج هزيتي رجلك بالزربه سي نورمال، لومبر سميتو الفيتاس ما دارش هي سكت لك، خصك تفهمي لا لوجيك المنطق، يعني الا ما فهمتيش المنطق بقيتي عيكه تسوق واحد كيغوت لا ديري لومبرياج لا ديري هذه، لو نتي عيكه توركي بانيز ما غتفهمي والو، غتولي تسوقي غير بحال الروبو بدون فهم، يعني نهار غيطرا لك شي مشكل في الطريق ولا خصك تسلكي راسك ويكون عندك انغفلك كتبقاي حاصله. دازت 15 يوم صافي بحسيت براسي وليت كتسميتو واحد الوقت وصلت لي 15 10 ما هزيتش وليت بحال تقول ستريساتني. شو واحد الوقت نوضت راسك قلت ايمن وهداي وعطيتي راسك بقيتي كتراري في راسك وبركه جمعي راسك، يعني كيجي واحد الوقت خصك ثاني العزيمه تقولي وبركه جمعي هادشي هادشي ما خدامش هي هذيك. صافي جمعت راسي قلت ايمن لا والو دابا غتديها للخدمه كوت كوت كوت، مشيت على طريق البحر في الصباح خليت داز لومبوتياج ومشيت بشويه 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 بشويه. كان عندي دابا المشكل ديال ستاسيونمون، غادي نوصل جيت للخدمه ما نلقاش فيه ستاسيوني، غادي يبقاو كلاكسوني عليا الناس وهادي وهادي وهادي. المهم ديما بلاك 90 خصك تكون، ملي كتكون مبتدئه بلاك 90 ضروري ضروري كتفك عليك الامور هي هذيك. دونك ملي درتها ستاسيونمون وليت حسيت بقيت ملي كان ستاسيوني عرفت لي فايد اللي عندي، عندي مازال نقص ما عرفتش ستاسيوني في اليسر، دونك كتبتها في لاجوندا ايمن ما كتعرفيش ستاسيوني باليسر. نهار الحد مشيت براتيكيت راسي ستاسيونمون في اليسر، واحد العقبه ديما كندوز منها كنت كنخاف منها، هذيك درتها امتحان مثلا يوم السبت في العشيه، السبت ايمان خصك ديري طلعي في داك لو بون ديال مرجان، واحد لو بون صعيب حنا عندنا فريمون خص الحريفه اللي يدوزوا منه سورتو في ايامات لومبوتياج. بشويه بشويه بقيت كنذاكر الامتحانات واللي كنجح فيها كندوزها، صافي دوزت هذه دوزت هذه، حتى عرفت راسي باني صافي متمكنه منها ما بقات عنديش مشكل. هي هذيك وليت كنسوق ديك الساعه في المدينه، بقات عندي لوطوروت، لوطوروت حتى هي بوحدها شكل اخر. درت عاوتاني امتحان تحدي، واخا كيقول لي مثلا تيقول لي الحاج ولا شي حد لا ايمان الله نمشي لوطور، كنقول لهم لا مازال ما وصلتش لك النيفو، انا عارفه راسي فين باغا نوصل. نهار خديت ثاني لوطوروت توكلت، ولكن لحد الان عمري ما شديت لوطوروت بوحدي، يعني ديما خصو يكون معايا شي حد، ماشي حيت ما كنعرفش السوق مي خوفا نطرى شي حاجه لا قدر الله وتكوني بوحدك، وحيت فايته واحد النهار سافرت انا والواليده بوحدنا وخسرت لي الطوموبيل في وسط الطريق، يعني سبحان الله المهم ربي لطف والحمد لله. عاوتاني نصيحه اخرى البنات خصكم تعرفوا شويه في لا ميكانيك وتعرفوا ملي تدخلي طوموبيلك ماشي غتدخلي تركبي،
خصك تشوفي روايدها، تشوفي الماء واش هو هذاك، الزيت تحسي بها، تشوفي واش تردي ليها، ماشي غير ديماري وتزيدي، هذيك ما ممنوع مره ورا، وتبعي لو سويفي ديال طا فواطور، امتى الفيدونج، امتى هذه، باش كتحافظي عليها. ملي كتحافظي عليها كتسهل عليك حتى في السياقه، ما كتبقاش دايره. حاجه اخرى اللي غادي ناكد عليهم بانك خصك ديما تسوقي ماشي بتهور، ما تسوقيش بتهور، وما تكونش عندك ثاني داك التردد، يعني في شي مواقف يا اما تزيدي يا اما توقفي، حيت داك التردد هو اللي كيخلق الحوادث. لا نزيد ما نزيدش، نزيد ما نزيدش، يا تزيدي يا توقفي، خصك تقرري في داك الوقت. يعني انت عينك ميزان فين كتشوفي على بعد النظر، وكتشوفي لا سيتوياسيون في في الرون بوان ولا في شي بلاصه، بحال اخر مره باش جات اكسيدون كان عندي يا نوقف يا نزيد، الا زدت غادي ندخل فيها، الا وقفت غيدخل فيها اللي مورايا. دونك كنفضل هذا كيدخل فيها اللي مورايا، حيت هو اللي خصو يشوفني، خصو يوقف، واخا تادي تشوف عنقي ولكن هو اللي خصو يوقف. الا دخلت الاخرى غادي نقتلها ولا غادي تقتلني، يعني انشوك فرونطال، يعني في الرون بوان هي ما احترمتش، ما احترمتش انا جايه هكا، هي ما احترمتش الرون بوان ودخلت هنا. يعني الا جيت غادي نضربها هكا نيشان، كتب لي غنضربها في داك الوقت، خصني نقرر، خصني نقص من السرعه، هذاك اللي جاي ضربني ضربني من اللور ودفعني، وهي مشات. يعني انا كون ما وقفتش كنت غندخل فيها، يعني كانت حديثه غتكون خايبه. اللهم الدقه من اللور، يعني واحد الوقت كتولي انت كتقولي اللهم هذه ولا هذه، يعني داكشي كيجي مع الممارسه. حاجه اخرين خصكم ملي تكونوا كتسوقوا تردوا البال لي زونغل مور، دوك القنوت الميتين، يعني ماشي تسوقوا الدوري يجي الدوري، لا دوري راسك، شوف واش ما كاينش شي موطور، واخا المرايه كتكون هذه ديال اليمن راه ما كتبينش كلشي، غدير واحد الضربه بشويه هكا ديما ديما مع الموطورات، ما تجيش الدوري. لا بلوبار ديال لي زاكسيدون كنشوف الناس كيجيو كيضربوا بلا ما كيشوفوا، في يشوفوا بالجن ضروري، هذه مؤكده كنأكد عليها، كنكد وتخدمي ثلاثه ديال المرايات، سورتو الناس ما كيخدموش المرايات بزاف كينساوهم، يعني كتخدموا وحده ولا جوج، هذيك اليمن والدوري ديك الدويره خفيفه باش تعرفي شنو كاين. كما قلت لكم كنأكد على التردد، يا توقفي يا تزيدي، يا توقفي يا تزيدي. شنو اخر عاود ثاني شنو بغيت كنفكر شنو جامع النصائح اللي كاينين. المهم تبداو هكا بالمراحل بشويه بشويه، كل سيمانه ديري لك واحد الامتحان، راه ماشي ضروري زيتي الطروبي خصك تصوبي الشهر كامل. انا خديت 3 شهور ولا 4 شهور عاد وليت كنسوقها شاك جوغ، يعني باش ما حيت علاش علاش انا غادي نبقى نزرب على راسي وندير الاخطاء وما نتعلمش بعير باش نتسمى سقت؟ لا بشويه بشويه، ولكن ملي كتشوفي راسك ترخيتي ولا جمعي الوقفه اش غيتراكع. سميتو المهم ما تضربي حتى شي حد، ما تاديش شي حد، وديما ملي تدخلي الطوموبيل ديالك الاذكار ديالك الصباح، اللهم يا ربي كفينا شرها وعطينا خيرها، يا ربي ما نادي حتى شي حد، آية الكرسي ديما هذيك افتتحي بها بسم الله وتوكلي على الله، وديما قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، صافي دي دايره في مخك. نهار كتشوفي راسك عيانه ستريسي منيرفيا فيك الوجع هرمونال وطلع لك الدم، ما تهزيهاش حطيها. لا لا علاش اختي الطرام ولا الطاكسي راه ماشي زعما ما ديريش راس. النهار اللي كتكون انا كنكون معصبه كنلاحظي كنكون معصبه كنسوق بطريقه، انا الصراحه الحمد لله ماشي كنفتخر براسي سوقاني الحمد لله، ولكن ملي كنكون مرزنه يعني ماشي يعني ما كانت 40 40 كانت 60 60 كانت 100 100 ما كنفوتهاش، ولكن كنمشيش ب 20 30 هذاك اللي كيدير لي تخثر الدم. كاينين شي وحدين كيبقاو غاديين في داك سميتو شدوا لي من بغيتو تمشيو بشويه شدوا في اليمن داك دبه الحلزون سير شدوا لي من ما تخوش ما تشدوش ليا الطريق. وحاجه اخرى غادي ننصحكم عاوتاني في السياقه، ادفع بالتي هي احسن، ما تبقاوش تدحسوا مع عباد الله، الله يغفر ندوز عشا يدوز بغى يحقرني، لا خليها، لا خليه حينت داك العنف وداك لا غيحقرني لا على شي يدوز، خليه يدفع بالتي احسن. انت دابا كتقي شر الخلق وشر شر الطريق. ملي كتكون عندك حق الاسبقي راه عندك حق الاسبقي، شتي هو راه غيديها لك وغادي تضربيه، اللهم خليه يدوز، غادي تقتليه اللهم بلاش. شنو اخرى عاوتاني كنتفكر ليكم، تعطلت على الخدمه وكتقولوا لي ايمان كيفاش زعما لا تيجي دراك شتي في الاول كيفاش شفتوني كنكون صايقه بهكا ومكنزه وشادين هكا، من بعد صافي كيدوز داك الشيء كتشدي لا تيجي نورمال، يد في الكيدون يد في الباطا فيتاس، ديك الساعه كتقدري قبل راك تسمح لي الراديو ما نقدرش نشعلو وانا صايقه، الا بغيت نهضر خصني نقص في الراديو، كانوا دي زاتود مضحكين ولكن سي نورمال، كان ديك الساعه المخ كيكونسونطري كيجمع المعلومات، من بعد صافي كتولي عادي. المهم الا عندكم شي اسئله ولا شي حاجه بحال هكا كتبوها ليا في الخاص في انستغرام ولا في يوتيوب. نتمنى هاد الفيديو تكون عجبتكم، نتمنى توكلوا على الله وشوفوا الحياه راه هي هادي، الحياه امتحانات، يعني خصك كل مره دير راسك واحد الهدف توصلي ليه، انت كتلقاي انت كتفهمي راسك كيفاش دايره. بحال دابا انا عارفه راسي من النوع اللي خصو يمشي بالخاطر ما يمشيش بالقوه، الا مشيت بالقوه صافي كنعكس، خصني بالخاطر وعارفه راسي لو دوغري، ملي عاوتاني كنترخى كنجمع راسي انا اروود نفسي، يعني خصك ترويد النفس، يعني خصك تكون توصلي واحد الوقت كيفاش تعرفي ترويدي نفسك. كما قلت لكم خذوا واحد الوقت جلسوا في الطوموبيل مع راسكم
تمعنوها فهموها، هذه كتلقى لهذه، هذه كتلقى لهذه، هذه كتلقى لهذه. يوتيوب فيه كل شيء البنات، فيه كل شيء. انا بعض الناس كتصلي شي حاجه كنكتب في يوتيوب كومون صار انا كومون هذه واحد النهار شعلت لي واحد البوله سميتو هاد لا لامب شعلت لي ديالاش، كل شيء في يوتيوب. كيف اتعلم الصياغه، كيف اتعلم هذه، كيف افعل هذه، كيف هاد، كل شيء مشروح. وكيبقى لكم نتوما، نتوما ديروا لو دوغري ولو نيفو ديال الامتحانات اللي بغيتوا توصل لهم بشويه بشويه بشويه، ولا داعي للعجله. نتمنى الفيديو تعجبكم، وما تنساوش تدعموني باللايكات بالتعليق بالبارطاج، وكما نقول لكم ديما ديما احبكم في الله، الله يسهل لكم اصعابكم. كتبوا اللي